الأسئلة. أوكي، النقطة الثالثة، هو يقول أن الأحاديث جميعها صحيحة في البخاري ومسلم، إذا أعطيني سبب أن زواج المتعة موجود فيه أحاديث مروية في صحيح مسلم والبخاري أنها تحرمت يوم خيبر، وأحاديث أخرى تقول أنها عمر اللي حرمها، ما السبب؟ ما هذا التناقض العجيب؟ سؤال، كلمة أخيرة موجهة لسيد محمد الموسوي. والله يا سيد عانك الله وسدد خطاك، حيث يقول الإمام علي: ما ناقشت جاهلا إلا وغلبني، فما منزلة أولئك الناس الذي مثل الخميس والدمشقية الذي طرد من الأزهر. لا ما قلنا خلاص، بلاش تهجم على انت حاورهم وبدل حاورهم، لا فيما يخص الأسئلة ما مشكلة، لكن تهجم على أشخاص. أبو حسين على كل حال هذا كله في الوقت الضايع عني، يعني فات الوقت متاع دقيقتين بكثير. بعد كده الدكتور جاسم البغدادي من بريطانيا، تفضل دكتور جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي وللسيد الموسوي والأخ الخميس. أهلا وسهلا. أخي العزيز، أولا نداء إلى المسلمين في حج هذا العام أن يهتفوا بالموت لأمريكا وإسرائيل وبوش وشارون، وتحدى الخميس والدمشقية والبلوشي إذا لم يعملوا بالتقية أن يقوموا في خطبهم وكتاباتهم وجوامعهم ويعلنوا الجهاد على الكفار. ولماذا يقبلوا قواعد الكفار على بلاد المسلمين التي تقوم بقتل المسلمين؟ ولماذا يمتنع علماء المسلمين في السعودية بعدم اعطاء فتوى الجهاد في هذا الوقت بالذات والقدس الشريف محتل، واعلنوها سابقا عندما دخل الروس الى افغانستان المقدسة والتي فقدت قدسيتها عندما دخلها الانبياء الامريكان، ويقولون ليس هذا هو وقت الجهاد؟ لماذا لا يعلنها؟ هل يؤمنوا بالتقية امثال الخميس والدمشقية ام لا؟ اذا لم يؤمنوا بالتقية فليعلنوها صريحة بأنهم ضد الأمريكان ويعلن الجهاد، وإذا لم يعلنها ومن على هذا المنبر الآن فهو يؤمن بالتقية، وهذا ما نراه منهم. والشيعة لا يؤمنوا بالتقية، لا يخافون إلا الله. بالنسبة للحقيقة يا أخي الهاشمي، لو كنت تعتقد بأن أمثال الخميس والدمشقية بعد حوار من 100 سنة سوف يعودوا إلى طريق الحق، أقول لك لا عاد ابن نوح وزوجة لوط إلى طريق الحق، وهذا مثل ما يقولون عشم إبليس بالجنة. يعني الحقيقة غسلنا أيدينا من أمثال هؤلاء، والله المستعان، وشكرا لكم جميعا. طيب شكرا. الدكتور سعود الهاشمي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا أخي أبا سامي والحاضرين. أهلا وسهلا. والله عانك على هذا الحوار الذي يفتقد الى الروح الرياضيه التي عند بعض الرياضيين الذين لم يتادبوا، بعضهم لم يتادب بادب الدين، ونحن نتكلم في جلسه علميه دينيه ويقال عن احد الجالسين سفيه ويؤمن اذا امن زوجة نوح وغير ذلك. انا اقول في مداخله في دقيقتين او دقيقتين ونصف بسرعه، اقول الخلاف ليس بين وهابيه وبين شيعه، الخلاف في رايي بين عقل يتفتح وعقل مغلق. لو سألت فاطمة: أتدرون يا إخواني المشاهدين من هي فاطمة؟ فاطمة بنت أخينا الذي يجلس على يسارك يا أخ محمد الهاشمي، يعني الشيخ عثمان الخميس، ابنة الشيخ عثمان الخميس. اسألوها وهو وهابي وابنته وهابية، اتصلوا بها وليسمح الشيخ أن تكلمنا من خلال أقمار الفضائية، ويقال لها ما الإسلام؟ ستجيب حالا: الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وما العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريفات بسيطة واضحة صافية نقية كالشمس في رائعة النهار. واسألوا أي شيعي ليس من الأطفال ولكن من الشيوخ، قولوا له: من الذي يدير العالم؟ قولوا له: ما رأيك في الصحابة؟ من الذي نقل الدين؟ من الذي فتح الفتوحات؟ من الذي أوصل الدين إلى الشام والعراق وإلى السند والهند والصين والمغرب؟ فيسب هؤلاء كلهم وهم هؤلاء الذين نقلوا الدين، مع أن أي طفل بسيط من أطفال من يسمون بالوهابية يتربى عن الصحابة كلهم. فهؤلاء الذين يوحدون وهؤلاء
هؤلاء الذين فتحوا عقلية الحوار. النقطة الثانية يا أخي، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، إلا من رحم ربك. وأنا أسأل الله في هذا الوقت المبارك، وأسأل إخواني أن يؤمنوا السامعين، أن يهدينا جميعا، أن يهدينا لأن نكون ممن رحم الله ويبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويثبتنا عليه. أقول كلمة واحدة، إنهم يجعلون القضية قضية نجد أو وهابية أو سلفية. أنا أقول الشيخ الجزائري أبو بكر كان له تجربة مع الشيعة في الحرم المدني، وحاول يتصل بهم وحاول يقرب معهم، وأعلن فشله بعد فشل ذريع، وهدد وأوذي في ذلك. الشيخ محب الدين الخطيب هذا شامي، ليس نجديا وليس سعوديا وليس من الجزيرة أصلا، هذا شامي. عبد الرزاق العفيفي مصري، محمد أبو شهبة مصري، الشيخ محمد أحمد إسماعيل مصري، وناس المغرب، الشيخ تقي الدين الهلالي، هؤلاء كلهم ليسوا وهابيين، لا ينسبون إلى هذا المذهب، من أماكن مختلفة. وأمس سألت فضيلة الشيخ الموسوي، حاولته فقال أنت يا هاشمي لماذا يعني تتكلم باسم الوهابية؟ قلت أنا لا أدين إلا بدين أبي القاسم، وأدافع عن الشيخ محمد عبد الوهاب لأنه رجل مجدد فاضل، هو ابن تيم رحمه الله. قال أنا آتي بمحمد علي ومالكي، وأنا أقول له محمد علي ومالكي أو حتى دحلان إن خرجتموه من قبره، ولو هذه للتعجيز طبعا، أنا سأدفع لهم تذاكر على حساب الخاص ليأتوا واسألهم، هل تسبون عائشة؟ هل تعتقدون عصمة الأئمة وأنهم لا يخطئون ولا يزلون وأنهم يتحكمون في الكون؟ أخيرا يا أخي يا أبو سامي، أقول أعانك الله، ولكن بسرعة شديدة لا بد من كتابة العناصر وتحديد منهجية الحوار، حتى لا يخرج إنسانة تسمي نفسها بنت الهدى أو بنت المغرب أو بنت البحر الأبيض المتوسط وتتكلم على فضيلة الشيخ الذي والله الذي لا إله غيره، أشهد الله أني عرفته مهذبا راقيا. أقول تكتب العناصر وتسجل أخيرا، تسجل أي حيدة تسجل كتابيا وتجمع في آخر كل حلقة. سأل أخونا الخميس، سأل الشيخ الموسوي، ما قولك في الذين مكتوبون في هذه الورقة؟ هل هم نواصب؟ 7 أسئلة مكررة في حلقة واحدة. هنيجي لموضوع الصحابة يا دكتور سعود، أنا اللي قلت له خلي حد هذا الموضوع اليوم. إحنا لو تلاحظت معك أنت الآن أقول لك شكرا يا, 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 يا دكتور سعود، يا دكتور سعود. نعم حبيبي، الله ينعم عليك. احنا الان هتشوف ما شاء الله الحلقه ذي من المغرب اتصلوا 2 الاخ الفزازي قبل جبين الشيخ الخميس، والاخت بنت الهدى عندها راي قبل جبين الشيخ الموسوي. اذا يعني الناس اراء مختلفه، وهو احنا اتفقنا على نقاط مشتركه بعباره الاخ الفزازي قلناها، عباده الواحد الاحد، القران غير محرف، طهاره امهات المؤمنين، محبه اهل البيت، التحرك والشوق للوحده الاسلاميه. اتفقنا على مجموعة قضايا، الإمامة والخلافة، المصادر اللي عند الطرفين، التوحيد، عصمة الصحابة، هذه كلها أبواب ومباحث إن شاء الله المستقبل. التكفير عند الطائفتين إن شاء الله تعالى نبحثها مبحث مبحث، ونسمع صوتك فيها دائما كالعادة. وسلم لي على أخوك هذاك اللي قلد في الدكتور أبو المنتصر بلوشي، وقول له يحتاط ما يعملش تقليد في الانترنت، يولي الناس يظنون البلوشي هو اللي يقول هذا الكلام. هو يقلد البلوشي حبا فيه. طيب شكرا لك دكتور سعود، اعطيتك وقت زياده تقديرا لك، بارك الله فيك. معانا الشيخ علي الكوراني حصلنا على الخط العادي برضو، ما دام حصلنا مع الجماهير عنده الحق زيهم، تفضل الشيخ الكوراني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا ألاحظ الآن الأمور المطروحة 3 أقسام. نعم. في منها حول المنهج وهو الأهم، منهج المناقشات الآتية، وفي منها تهم مسائل علمية تحتاج إلى بحث، وفي منها أمور شخصية. حول المنهج أنا باعتقادي في أولويات، مسألة تكفير المسلمين، التكفير مسألة مركزية لازم تطرح أولاً، بعدها مسألة التوحيد وصفات الله عز وجل ثانيا، مسألة ثالثة حق الاجتهاد. الآن الاجتهاد في حالة تعويم، خاصة السنة محتاجين، ووصلنا في مصر بعد ضرب مركزية الأزهر إلى اجتهاد الشقق، وكل مشكلة الحركات هذه الوهابية الآن في عندها حالة تعويم الاجتهاد، حق الاجتهاد وشروطه وعذر المجتهد. هذا موضوع موضوع القيادة والإمامة اللي قاله الأخ العلامة الموسوي،
موضوع مكانة أهل البيت في الإسلام موضوع عدالة الصحابة. أنا في اعتقادي أن هذه الموضوعات الستة لها أولوية في البحث، بشرط أن يكون أطراف البحث عندهم تمثيل لفئات الأمة. يا أخي الأشعرية من المسلمين ليش ما يدخلون في البحث؟ الثقافي اللي عنده 80 مؤلف منها 20 مؤلف مناقشة، اللي هو بمستوى الألباني، حتى شكى منه الألباني، محدث حافظ وأشعري ممثل الأشعريين في العالم اللي هم الأكثرية الساحقة، ليش ما تخلوه يشارك؟ أنا أعتقد أن هذه الموضوع أعيدها. لحظة شكراني يا شكر. لحظة لو سمحت أعيدها لك أنا أحسن عشان ضبطها هنا عندي وانت قل لي. تكفير المسلمين شكرا. واحد، التوحيد وصفات نعم. الله اثنين نعم. حق الاجتهاد نعم. هذا ثلاثة، السياسة والإمامة والخلافة أربعة، مكانة نعم. أهل البيت خمسة، عدالة الصحابة نعم. ستة. شكرا. هذه أنا باعتقادي فيها تسلسل منطقي ونتائجها مترتبة على بعضها، بشرط أن تكون الأطراف المتناقشة بالشروط اللي ذكرتوه، علمية هادئة أدبية راقية، وقع أن تهدف البناء وليس الهدم، وليس التشهير والصراع والعراق. ومن ناحية ثانية تكون فيها سعة تمثيل الأطراف. أرجو من الدكتور الهاشمي أن يوسع اتصالاته. يا أخي أخرج عن الشيخ عثمان والبلوشي والدمشقية، بالدنيا ما لقيت غيرهم، الله يهديهم ويحفظهم إن شاء الله، حكوا اللي فيه كفاية. شوف لنا من الأزهر يرضى عليك، من الزيتونة، من القرويين، من المغرب، من علماء الهند، من علماء باكستان، من علماء السعودية، ليش ما دخلوا على الخط إلى الآن؟ أرجو أن توسع أنت الأطراف لتشارك في النقاش حتى نأخذ ثمرات أكثر إن شاء الله، والناس يشوفوا ألوان جديدة وأفكار جديدة. بالنسبة لي سلسلة التهم، أي فرصة بيشوفها عثمان الخميس الدمشقية غيره بيتهموا بعبارات مستورة وكلامه عن السيد الخوئي غير صحيح، وشيخ دمشقية كذلك ما نسبه لي وغيره وغيره، لا يتسع الوقت لردها، وليس لنا حرص على رد مقولات هؤلاء، لأنه والله أنت من البلطوك شباب تبطبولهم هؤلاء. هؤلاء ليس لهم يعني المنطق العلمي الرصين. على أي حال أخي الكريم، هذه التهم لا يتسع المجال لمناقشتها. وشكرا للأخ المهند والعلامة الموسى والأخت بنت الهدى، دكتورة في الحقوق، واتبعت كل ما ذكره الشيخ عثمان من مصادره طبقته على المصادر، اكتشفت الكذب والتدليس والتزوير. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا. الآن معنا أيضا على الخط أم أنس من باريس، والقريشي من سان فرانسيسكو، أظن قلت لي ولا منين؟ من سان فرانسيسكو. احنا بصراحة شديدة في سان فرانسيسكو ولسه ما عندناش يعني بث على امريكا، ولكن الناس كتار يتابعوا فينا عن طريق الانترنت، يتابعوا في هذا البرنامج بالذات. فالاخ القريشي خليك معنا على الخط، لان مكالمتك من امريكا تكون يعني احنا هنا نكلمك ب 3 بي ولا 4 بي، يعني اربع بنسات حق الدقيقة الامريكا. استنى معنا شوي، ناخذ ام انس لانها من مدة وهي تستنى. ام انس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اولا بالنسبة لقناتكم المستقلة اقول يعني هذا الكلام أردت قوله من بداية الحلقات لم يتسن لي. الآن أقول إذا كانت تريد تحقيق هذه القناة، يعني نرجو أن تكون مباركة، إذا أرادت تحقيق سبق صحفي فما العيب في ذلك؟ لا عيب في ذلك. وإذا أرادت أن ترتقي بعقلية الفرد المسلم إلى مستوى قبول الآخر ومحاورته فهذه أيضا غاية نبيلة ولا شك، ولكنكم لن تستطيعوا أن تحققوا هذه الغاية ما لم تضعوا أيديكم على القضايا الأساسية فتحسموها ونسمع فيها قولا فصلا. التوحيد مثلا كيف يفهمه كلا الطرفين؟ كيف يوحدون الله تعالى؟ وقد رأيناكم في الحلقات الرمضانية لم تتعرضوا له، حتى أننا لمحنا نوعا من التحاشي لهذا الموضوع فكنتم تدورون حوله دون أن تقربوه. الآن يتكلم عن البدع والخرافات المنتشرة بين أهل السنة، لعله لا أدري كلهم تكلموا عن هذا الأمر، ضيوفكم من الشيعة أظنهم يعنون زنادقة الصوفية وضلالهم. ومع ذلك وإن كان هؤلاء ينتسبون إلى أهل السنة، فالقاعدة العامة أن الكفر لا يبرر الكفر، هذا أولا. وثانيا التصوف يا سيدي في نظرنا هو قنطرة التشيع، ومع ذلك فقد تصدى العلماء المحققون لهؤلاء الضلال
ولم يتركوهم هكذا يعيسون فسادا في عقائد الناس. وأنت ترى في الطرف الآخر العلماء المحققون من الشيعة وعقلاء القوم تصدوا أيضا للخرافات التي فتكت بالشيعة قرونا. سمعنا منهم آية الله البرقعي والسيد الموسوي وغيرهم كثير، وقد كانت محاولاتهم في الحقيقة ضاربة في الصميم. انظر إلى ما تعرضوا، التوحيد، منهج الشيعة في الرواية، علم الرجال لديهم، نظرية المهدي وما أدراك ما المهدي، الإمامة. فلننظر الآن ماذا كان موقف مراجع الشيعة تجاه هؤلاء المصلحين؟ هل استجاب الغلاة لهذا التيار الإصلاحي؟ وهل حثوا العامة من الشيعة على دفع هذا الركام الزائف من المفاهيم والتخلص منها؟ نحتاج حقا أن نرى اليوم على أرض الواقع ما يؤيد الكلام النظري الذي يدندنون به كل ليلة. يعني هذه انتهينا منها. الآن يركبون موجة الإمبريالية والحرب الأمريكية. هذا الحرب الأمريكية وهذه الهجمة لا تجعلنا، لا يجب أن نتذرع بها لنغض الطرف عن الخلل في الصف المسلم. فأنا أعتقد أن تطهير الصف المسلم هو أحد أهم الاستعدادات لدخول المعركة مع عدو صائل يستبيح الأرض والعرض. طيب الآن أخيراً أمانس، نقطة أخيرة إن شاء الله. أقول العجب أن ضيوفكم جميعاً يريدون منا أن نغربل الصحاحة والسنن، وهي حسبنا فخراً في منهج أهل السنة، ولا يريدون في الوقت نفسه هم أن ينقوا الكافي وبحار الأنوار ووسائل الشيعة والاستبصار وغير هذه الكتب التي تحتوي يعني من المضحكات الكثير. الآن لدي يعني اقتراح في ثواني إذا سمحتم فيما يخص برنامجكم ومستقبله. أقول يعني أقترح أن لا يكون اللقاء هكذا على مدى أسبوع كامل في 8 أيام. لماذا لا يكون مرة أو مرتين في الأسبوع، يعاد في وقت معين مرة أو مرتين، يتسنى لنا أن نراه فليس الجميع يستطيعون استقباله في أثناء بثه. ولماذا لا يتفق على المواضيع التي ستبحث مسبقا؟ نحن نتفق على الموضوعات الآن يا أمانس. لم يحدث. نعم يوم أنا سعيد شوف يعني كل نعم شيء نعم. هذه الشورى المحرومين منها كثير من المسلمين قاعدين نتناقش بها هنا. أنا أوافقك، أنتم تحاولون الاتفاق ولكنكم يعني تشردون عن الموضوع في وسط الحوار ولا يكون هناك تقييد. لا إن شاء الله نتقيد إن شاء الله نبذل، ما هو الموضوع طبيعته كده. على كل حال إحنا مستفيدين من مداخلاتكم ومرحبين بها أمانس. وأما بالنسبة للتوقيت يعني وزننا الحكاية مرة في الأسبوع مرتين أو أحسن أسبوع ومسألة رئيسية في الشهر. طبيعة الموضوعات تحتاج أن يكون في أسبوع، ولما يجي واحد زي الشيخ عثمان من الكويت ما بنكون جايبينه على يوم خميس ونقول له تفضل مع السلامة، أحسن نقول أو يجي واحد من الإخوان من قم ولا من غيرها أو من الأزهر يقعد أسبوع مرة واحدة في لندن ويجرب طقس لندن وبردها وغيومها شوية ومحبة أهلها. شكرا لك. المكالمة قبل الأخيرة من الأخ علي العلي من الكويت. علي عشان تعرف ما ظلمناك انا قلت موجود. علي يا اخ علي، هلا غالب يا اخ علي من الكويت، وما اعرفش ليش الخطوط من الكويت كم مره اخواني يجوا من الكويت وما يصبروا معنا عشان يجي الدور، رغم اللي المفروض طبعا انتم تتحملوا تكاليف التليفون اكثر شويه من جماعتنا، وهكذا انطباعنا نحن. طيب نختم اذا مداخلاتنا بالاخ القريشي من امريكا. تفضل يا اخ القريشي من سان فرانسيسكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا سلام للشيخنا الفاضل عثمان خميس ويشهد الله أن يحبه في الله. أحبك الله. طيب أنا بس لحبت أتكلم في 4 نقاط إن شاء الله وأحاول يعني أختصرهم إن شاء الله. بالنسبة لموضوع يعني اليهود عندما تأتيهم أو أن تناقشهم في أي حاجة حيقولوا أول حاجة حيقول كها والله أعداء للسامية، وأصبح الروافد إن أي حد يناقشهم أصبح من الوهابية. هذه ناحية. الناحية الأخرى الإمام مالك كفرهم، فهل الإمام مالك الآن وهابي؟ أما بالنسبة لموضوع إن أي حد يعني يتصل ويقول والله كان الموسوي يتكلم في الموضوع هذا يقول والله أنت تحب محمد عبد الوهاب، قال له أنت وهابي، أصبح مسألة هل معناته أحب الإمام الشافعي، هل أنا أكون وهابي، هل أكون أنا شافعي؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية هو يقول هو من أهل البيت وصاحب مدرسة وصاحب مدرسة وإلى آخره. طيب يعني صاحب بيت ومن أهل البيت وصاحب مدرسة وإلى آخره لا يعرف الحديث الصحيح وفي وعندهم، والإنسان يعني مفروض يعني أتصور أقل شيء مفروض يعرف إنه الحديث الصحيح في مذهب الرافضي.
أما المسألة الأخيرة، نحن أمة أتمنى يسمعها الكلمة هذه الموسوي، نحن أمة نأخذ من أصحاب الرسول وليس نأخذ من حمار الرسول يحفور أو عفير. فأتمنى أنه يعني يكون مركز على النقطة هذه. أما مسألة أنه أي حد يتصل والله أنت وهابي وأنت وهابي والكوراني، يعني أتصور يعني بس كل يوم متصل في التليفون وآخر آخر خمس دقائق أو حاجة وقال لك والله أنا هو الآن الكوراني وهو بعيد عن القاعات المستقلة، أصبح هو الذي يشرط وهو الذي يشترط ويقول والله عايزين عثمان خميس أو مش عايزين عثمان خميس أو مش عايزين حد ذكره. رجاء 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 مسألة الكوراني، إذا إنسان شايف نفسه في علم وعنده الشجاعة وعنده الجرأة، أتمنى أن يواجه أحد أسود السنة وهم السنة والجماعة. أنا أتكلم عن السنة والجماعة، ليس الوهابية أو ما يصفون في الوهابية. طيب. الوهابية هذه أصبحت مسألة شماعة. طيب. أي رأي يخالف رأيهم أصبح وهابي. كم الساعة في سان فرانسيسكو دلوقتي يا أخي القريش؟ الواحد ظهرا بارك الله فيك. وفي كيف الطقس؟ شمس برد وش الطقس في سان فرانسيسكو؟ جيد بارك الله فيك. جيد، إحنا هنا الدنيا باردة شوية في لندن. وماش عارف الطقس في مسقط الآن ولا في دبي، يكون الساعة 12 ونص، لا أكثر من الساعة الواحدة ونص الفجر. وأنا متأسف أنه سهرناهم معانا. أشكرك أخي القريشي. الآن راح نديك من توما 10 دقائق معقول؟ أدري هذه للرد ولا ختامة؟ لا 10 دقائق يعني مداخلة ختامية، مداخلة ختامية ويختم تقريبا، يعني يمكن 10 دقائق بعدين إذا كان في شيء ترتب عن كلامكم 3 دقائق ختامية، معقول كذا؟ تحبوا من تحبوا يبدأ منكم؟ هي الآن يعني مفتوحة 10 دقائق أكبر سنة. طيب تفضل شيخ موسى يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت لا يسع للتفصيل فأجيب إجابات سريعة جدا. أبدأ بسؤال الشيخ صالح الدرويش. الشيخ صالح الدرويش سأل عن الأسماء المذكورة، هل هم نواصب؟ يعني هل هم برأينا مسلمون أم كفار؟ قلنا هم مسلمون، وقد صدر عن بعض الأشخاص اللي عاشوا في تلك الفترة تصرفات مخالفة للقرآن الكريم. هم مسلمون لكن بعضهم تصرفات مناقضة للقرآن الكريم والأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو ما نعتقده هم مسلمون على ما صدر منهم. السؤال الشيخ صالح أن وين البرامج العملية للوصول إلى تقارب المسلمين؟ يا شيخ صالح، البرامج العملية تبدأ من الطرفين وليس من طرف واحد. أوقفوا يا شيخ صالح مشايخكم من سب المسلمين واتهامهم بالشرك، لأنهم يقولون يا رسول الله، والآن الحجاج يذهبون في كل سنة يسمعون هذه الخطابات المكررة، أن اللي يقول يا رسول الله الذي يزور الأولياء هو مشرك أو كافر. أوقفوا يا أخي حملة الكراهية وافتحوا عقول الناس، ولنتحول إلى عقلية الحوار دون عقلية الجدال يا أخي. فالقضية من الطرفين، ينبغي أن نبدأ وتبدأون في تلطيف الأجواء والأخوة بين المسلمين. طبعا أذكر على حقيقة كبرى أن القضية ليست قضية اتهامنا نحن بالكفر، بل اتهام كل الأشاعرة وكل الصوفية اللي يشكلون غالبية أهل السنة والجماعة. بالاصطلاح اجتهادات المجتهدين مستمرة وموجودة، لكن نحن ليس لنا حق أن نغير الكتب. نعم نقول الحديث الفلاني في الكتاب الفلاني ضعيف أو صحيح. طبعا صحيح، أنا أمس أجبت جوابا وافيا شافيا مختصرا لو فهمه الفاهمون، لو فهمه اللي سمع السؤال. قلت أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة عن الثقة، يعني حديث الثقات هو حديث صحيح. أما اللي ذكر الأخ من أمريكا ما فهم الجواب، هذا أمر تابع له. زرارة الأحاديث التي تنتقده الإمام الصادق عليه السلام هو الذي شرح الموقف عندما أخبر ابن زرارة أن يبلغ زرارة السلام، ويقول إنما يقول له بهالمعنى
أني يعني الانتقاد عليه والحمل عليه لحمايته من الظالمين، لأنه عرف أنه من الشيعة المقربين أهل البيت، والحكومات الظالمة كانت وقت ذاك تعاقب وتلاحق كما هو ديدن الحكومات الظالمة شيعة أهل البيت. ولذلك الإمام عليه السلام أراد أن يحمي زرارة من الحكومات الظالمة. يا إثارات الحسين، نعم نقولها يا إثارات الحسين، لأن الحسين وقف عليه السلام وقف ضد كل ظلم وكل ظالم، فنحن نستنهض من مبادئ الحسين المواقف الإسلامية الصريحة والقرآنية ضد الظالمين. لا يعني أن نقف ضد إخواننا المسلمين، لا، نقول يا إثارات الحسين يعني ضد كل ظالم، لأننا نقول ونعتقد اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. سؤال أوقف، نعم سؤال آخر حول تقديس العلماء. ما في يا شيخ صالح أي تقديس العلماء، قضية مخالفة الحاكم الشرع الراد عليهم كالراد علينا، يعني الراد عليهم أي الراد على الحكم الذي ينقلونه الحكم الشرعي. الفقهاء عندنا لهم موقفان، موقف شخصي لك أن تخالفهم، قد يكون هو ابن عمك فتخالفه وتخاصمه بحدود الإسلامية، أما أن ينقل لك الفقيه حكما شرعيا فليس لك الحق أن تعارض الحكم الشرعي، لأنك تعارض الشريعة، إلا يكون عندك دليل بتلك الدرجة من القوة على معارضة هذا الحكم. ولذلك تجد يا شيخ صالح لا تجد عند فقهائنا من يفتي فتاوى مناقضة للعقل. أنا عندي الآن فتاوى هنا معي، فتاوى تحرم تعلم اللغة الإنجليزية من فقهاء وهابية، تحرم لعب كرة القدم، فتاوى تحرم الجلوس على الكراسي، موجودة لو كان وقتا شوفت كياها مع أرقام صفحات، فتاوى تحرم أشياء كثيرة. إحنا في فقهائنا لا تجد شيء من ذلك، لأن فقهائنا يأخذون من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يجد لا يوجد عندنا تناقض في استنباط الحكم الشرعي، لأن الاجتهاد عندنا قائم على أسس ثابتة ورصينة. قضية تفسير القرآن الكريم، نعم أنا أوافقك تماما في ضرورة بحث مسألة كيف نفهم القرآن، وهذه مسألة مشتركة ونتفق من حيث المبدأ، وعلينا أن نمحص الإسرائيليات فنخرجها من تفاسيرنا. نعم هناك تفاسير في أيدي المسلمين فيها إسرائيليات، ومن الإسرائيليات جاء التجسيم الذي قال به أشخاص حتى مشاهير مثل ابن تيمية اللي قال بالتجسيم، وهذا أمر مثبت وراسخ دليل ومدلل أن هناك من المسلمين من قال بالتجسيم من أثر الإسرائيليات التي جاءت. علينا أن نعيد النظر من كيف نفهم القرآن الكريم عن طريق السنة الصحيحة. دقيقة ونصف فاضلة من عشر دقائق. هذه كلها أسئلة الشيخ صالح. الله كريم، نعمل إيه؟ نعم. بعد ذلك حديث أنت وشيعتك الفائزون، وأنت قلت بأنه حديث ضعيف، وأنا عندي الآن أمامي مصادر سنية فقط وليس فيها أي مصدر شيعي. فتح القدير للشوكاني الجزء الخامس صفحة 477، الدر المنثور للسيوطي الجزء السادس صفحة 379، كذلك أمامي نظم الدرر للزرندي الحنفي صفحة 92، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء 21 صفحة 284، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل نقل أكثر من 15 رواية تفيد أن المقصود من الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية هم علي وشيعته، وأحاديث كثيرة وأدلة كثيرة على ذلك. رأيك هذا، وهذا هي الأدلة موجودة. 30 سنة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمصادر، نعم المصادر ينبغي أن تبحث يا أخي يا شيخ صالح، المصادر عند الطرفين وهذا أمر أساسي. ولذا أقول بأن هذه مطالب نافعة، وينبغي أن نفتح باب الحوار فيها بدل أن تكفرني وأكفرك. هذه أمور علمية نفتحها في حوارات، ندوات، مؤتمرات، وهذا أمر جيد، وأرجو أن الاقتراح بعقد لقاءات أو مؤتمر للتفاهم والتحاور بين الطرفين
يأخذ الإقتراح طريقه للتحقق. فيما يتعلق بالوقت سؤال هل أن حديث أن القرآن فيه 17 آية 13 ألف آية صحيح اللي سألني المناظر؟ أقول هذا حديث باطل، لأن عقيدتنا بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأولئك الذين يزعمون بأن بعض الشيعة أو بعض جهالهم يقولون غير ذلك، ليروا أنا هنا جمعت قائمة بأكثر من 10 من كبار علماء السنة أسماءهم: سفيان الثوري، مجاهد، أبو بكر بن أبي داود وغيرهم، يقولون بتحريف القرآن. لكن نحن نقول كل أقاويلهم باطلة، لأن القرآن محفوظ من التحريف، سواء القائل كان سنيا أو شيعيا، القرآن أعلى من كل شبهة. شكرا سيد محمد الموسوي. أنا عندي سؤال نص ربع دقيقة. أسأل المناظر، ما رأيك بحديث الغرانيق اللي يرويه كبار علماء السنة، وإن كان بعضهم لم يصححه لكن يرويه أمثال طيب. السيوطي، ما تقول في حديث الغرانيق المذكور اللي يدل على أو مؤداه أن النبي كان يشرك بالله ويكفر بالله ويسجد للأصنام؟ ما تقول في ذلك وهو مذكور في كتبكم؟ سيد محمد الموسوي شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أشكر الأخ حجيك الشيخ عثمان الخميس، الأخ أبو يوسف اللي اتصل وكتب لنا فاكس ويشكك في زواج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من بنت الإمام علي كرم الله وجهه، واضح أنه مش فرحان بالرواية هذه. الأخ هذا عبد الله ناصر الدين رابح من السعودية، ويقول أنه بحوزته شريط كاسات فيه أصوات علماء من أهل السنة يكفرون الشيعة الإمامية جميعهم بدون استثناء، وأن الشيعة كفار ولا تنكح نساءهم ولا تكر ذبائحهم، ويدعو إلى، يقول إذا كان القرآن يجوز الزواج من أهل الكتاب ويحل ذبائحهم، فلماذا لا يحل الأكل من الشيعة بعدما يذكرون اسم الله، ويطلب من العلماء الشيعة السنة مراجعة هذه الأمور. أظن هذا مش الأخ عبد الله، هذا بصراحة اسمه مش مذكور هنا بشكل واضح، إنما الأخ عبد الله ناصر الدين يقول لي: هل تظن يا دكتور أننا إذا أظهرنا تأييدنا لفضيلة الشيخ عثمان الخميس ووضعنا بعض وصغنا بعض العبارات لمؤازرته وتشجيعه أننا غير مؤيدين تلك المناظرات؟ والله إنا لنفرح بظهور علامات الحق الدالة على الحجج والبراهين، وحرام عليك تحيلنا لبعض القنوات الهابطة. وأين حرية التعبير سيدي؟ أنا آسف ومرحب بكم، وأنا نفسي تقعدوا مع المستقل الوقت كله، أأمل لكم إن شاء الله ما في برامج خليعة ولا برامج تحط بالذوق وتسيء للذوق العربي الراقي ولا الفن الراقي ولا العلم الراقي، فإذا زعلتكم أنا آسف. وبعدين هي المرة دي صعبة والله العظيم، أي واحد منكم يقعد في الكرسي الحوار ده مش سهل، فأي واحد جوزت عليه أنا آسف، واغتنم الفرصة وأقول أنا آسف من قلب ورضي وصادق للشيخ سلمان الظفيري. احتمال كان المفروض أنا ذاتي لما هو قال على الكاميرا وأول مرة أقول وأنا حاضر ونفوت الموضوع وما يحصل أي مشكلة، خلاص أنا متأسف وحقك علينا يا سيدي، ومرحب بيك في أي وقت. شرف هاول يوسفي قاعد معنا يتفرج في هالبرنامج، يستضيف في أي حلقة خاصة لك أو حلقتين حتى زي الشيخ الخالصي اللي جاء، ويلا صافي لذن إن شاء الله يقبل هالكلام ولا لسه ما يقولش حاجة غير؟ ما أعلم الغيب. إيه أنت عارف ما تعلم الغيب، توصل لنا أنت معه؟ ما أظن نسي أكلمه، لكن إن شاء الله إذا كلمني أقول له. أنت ما تقدر تتصل بها؟ ما عندي تلفون، لكن ما في مشكلة. كل ما أظن هو يمتنع. لا إن شاء الله، نحن قلناها بس عشان نطلع. رجل فيه خير. نطلع خالصين من الـ من الـ من البرنامج أمام الناس كلهم، وأحسن لنا إن ما يعني ما يكون عندنا ما يكون لأحد حق علينا، وحقوقنا في هذه متنازلين عليها الإخوان كلهم. الأخ سلطان إبراهيم الخلف من الكويت اقترح أن نتحدث نعرف نركز على المصحف والقرآن الكريم. ركز على تعريف السنة النبوية الشريفة عند الفريقين، أركان الإسلام عند الفريقين، من هم الصحابة المقربون لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى الفريقين، موقف كل من الفريقين من قضية العصمة، موقف كل فريق من الفريقين من القتال اللي حصل بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، استعراض رأي كل من الفريقين عن مراحل التشيع، استعراض رأي كل من الفريقين في أحكام زيارة القبور والاستغاثة بأصحابها، موقف كل من الفريقين من قضية الشورى في الإسلام، مع تحياته لضيفي البرنامج الشيخ عثمان الخميس والشيخ محمد الموسوي. سلطان إبراهيم الخلف من الكويت، بارك الله فيك. موجود يقول يصل لي يد السيد محمد الموسوي،
موجود في كتاب الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض صفحة 23-22 لعبد العزيز بن باز، توجد الفتوى التي تقول تكفير من يقول بدوران الأرض، وفي هذه الفتوى موجودة إلى أن قال يستتيب. على كل حال روينا كل الروايات، اللي كان يحب واحد من أخوان المختصين يرجع الكتب كلها بالتفصيل، قريتها حتى ما تقولش والله ما قريناش. مجموعة من الفاكسات، الأخ أبو أحمد من السعودية يقول إذا أرادوا الاتحاد مع إخوانهم السنة أن يلتزموا بعدم سب الصحابة، يطالب من الشيعة عدم سب الصحابة. الأخ أحد الموالين لأهل البيت يقول يشير إلى فتوى الشيخ بن جبرين في تكفير الإمامية، ويذكر مجموعة من الآيات، ويقول أنه حتى الملائكة يجوز أن نتوسل بهم إلى الله تعالى وأن تطلب منهم أن يستغفروا لك، ويقول من فضلكم انتبهوا لهذه المسألة، ويشكر قناة المستقلة على هذا الحوار. والله يا إخواني يعني أنا متأسف للإخوان اللي متابعين الفاكس. الأخ مين كمان تاني، مجموعة كثيرة. الأخ محمد أحمد من ليبيا يقول لا بد أن تتحقق هل يجوز للمسلمين نظام حكم غير ما جاء به الإسلام أم لا، اعتماد نظام حكم غير إسلامي. هل الدين الإسلامي يمثل نظام كامل للحياة البشرية في كل زمان ومكان؟ هل العيب والقصور فينا أم في فهمنا للدين؟ المهم يطلب الإجابة من الضيوف. مواطنون شيعة من القطيف يطالبون الشيخ الدرويش بأن يتخلي، يقول عن ما يعتبره العنصرية الواضحة التي يتميز بها خطاب الشيخ الدرويش والشيخ الخميس، ليس مستغربا لأن بعض أراهم تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وما هو موقفهم من الفتوى الوهابية التي صدر ضد الشيعة بعامة والشيعة في الجزيرة العربية بخاصة، وهل يؤيدون فتوى الشيخ الجبرين في ذبائح الشيعة، ونريد إعلان موقف صريح لا لبس فيه حول هذه الأمور. الأخ محب آل البيت أبو الحسن الحسني في المملكة العربية السعودية يقول يا دكتور الموسوي لا تحيد عن الإجابة عن بعض الأسئلة، جاوب عنها بشجاعة. ويقول الشيخ عثمان الخميس عندما توصل ما تستشهد به من كتب الشيعة نقول لك على مهلك في ذكر الكتاب والصفحة والباب لكي يتسنى البحث عن حقيقة ما تقوله. عبد الله علي نجران نقول للإخوة المخرجين إذا احتياط إذا في مشكلة جهزونا إضافي الله يرضى عليك عشان نعطي الإخوان. لأن الأم علي من بلاد الحرمين تقول لي أنت منحاز انحياز فاضح ورخيص لأهل الرافضة، تعطيهم المجال والفرصة والوقت وجميع الاتصالات للروافض. ونلاحظ الشيخ الموسوي يقاطع، هي ما تقولش الشيخ قاطع شهر خميس وأنت ساكن لا توجهه، وكذلك يمس الشيخ من عبد الوهاب وأنت لم تدافع لم تترحم عليه، أما الخوي تترحم عليه. و يلا سلاما سلاما بعد اللي عملناه كله وانت مش راضي نعمل ليه. الكمال لله وحده يا أختي العزيزة. ما رأيكم في تباعد الأرجل بنحو نصف متر عند الصلاة؟ يا أخوانا أسف يعني إن شاء الله نلاقي فرصة أو نعمل حصة خاصة لقراءة أيضا الفاكسات، هذه خارج النظام نعملها كلها، ولكن أنا أردت أقول أنه يعني مهتم بكل هالفاكسات والرسائل ونجلس نفرز فيها خلال النهار. في أحد الإخوان بعث بالإنجليزي I hope you take this message seriously. If you think this message worth it, please transmit it to the audience. لكن ترجمته يا أخي العزيز 3 صفحات بالإنجليزي حتاخذ مني وقت. الروح تبعها هي روح إيجابية وروح أنه دعوة للحوار العلمي الموضوعي قصد الوحدة. من عبد الرحمن أبو عمر يطلب التركيز على التوحيد، القرآن الكريم، الإمامة، عدالة الصحابة، سلطان إبراهيم قريناه، ومجموعة من الرسائل الأخرى كلها إن شاء الله نأتي فرصة ونعود لها بأكثر تفصيل. الآن إذا ما تحبش ناخذ الفاصل الآن الأخ المخرج، أن ناخذ الشيخ عثمان الخميس ناخذه هو، وبعدين بتخلينا عمل لنا الوقت عليك الله وجهز الشريط الإضافي أو قدام الناس كل يسمعوا فينا، بس هم جماعة مستقلة أصحابنا وأهل البيت ما في عيب نتكلم بترتيبات. تفضل الشيخ عثمان لك 12 دقيقة بدل 10 12. بسم الله الرحمن الرحيم. اختصار على ما ذكر وما ذكر كثير، أقول بالنسبة لبنت الهدى تقول رجوع عدم المقاطعة، ما تعودت المقاطعة، وتقول أشكرك على هدايتي وثبتني وهذا، المهم نقول لها هذا من حسن تربيتك. وأما تقول أن الله ينزل يوم الخميس على بغلة، هذا كذب ولا يقوله إلا المفترون. وأما أبو حسين يقول لماذا لا توجد أحاديث تنسب إلى أهل البيت، روايات علي رضي الله عنه في الصحيحين بل في كتب أهل السنة جميعا أكثر من رواية أبي بكر وأكثر من رواية عمر وأكثر من رواية عثمان وابن عباس من رواة الألوف عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أعطني سبب في التناقض في المتعة يحرمها عمر ورسول يحرمها في البخاري. هذا كذب، عمر ما حرمها لا في البخاري ولا في غيره، بل هذا كذب على عمر. يقول منهم الأئمة الاثنى عشر، قلنا ما في شيء اسمه الأئمة الاثنى عشر، وإنما قال يكون بعد اثنى عشر أميرا خليفة حاكما وليس إماما كما يدعي الشيعة الاثنى عشرية. طبعا قوله ما هذا الجواب السخيف وغير ذلك. والثاني يقول تحدى الفتاوى. أقول لهم جميعا إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمد يموت. كذلك يقول الآن بالنسبة لأحاديثهم وأسانيدهم، يقول عندنا أسانيد عندنا أحاديث. هذا كتاب الوافي للفيض الكاشاني، يقول في المقدمة، يقول وبعد صفحة 25 المقدمة الثانية، فإن في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. وهذا صاحب وسائل الشيعة الحر العاملي، كما ترون نحن ننقل من الكتب ليس من الانترنت، ننقل من الكتب في وسائل الشيعة الحر العاملي في خاتمة الوسائل صفحة 100، يقول الثاني عشر إن طريقة المتقدمين مبينة لطريقة العامة، نحن العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر. يقول كذلك يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم، هذا شيعي يتكلم من علماء الشيعة صاحب وسائل الشيعة، الكتاب السابع عندهم من كتب الثمانية المعتمدة. يقول بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، هذا التعريف الذي ما استطاع الشيخ أن يعرفه، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا. ودعوى بعض المتأخرين الثقة بمعنى العدل الضابط يقول مرفوضة. ثم يقول كذلك في صفحة 102، يقول إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة يعني الحلي أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، وهم معترفون به، هذا كلام علمائهم لا نكذب عليهم. ولذلك هذا الطوسي يقول كثير من مصنفي أصحابنا، هاي المصنفون وأصحاب الأصول، ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، في الفهرة صفحة 28. وهذا يقول كذلك الحر العام في الوسائل، وإنما نص على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، في الوسائل في الخاتمة صفحة 259. الشيخ الآن يقول عن حديث 17,000 آية، يقول حديث باطل. الشيخ لم يستطع البارح أن يذكر لنا حديثا صحيحا واحدا يحفظه، ولا استطاع أن يعرف الحديث صحيح، والآن يفتي هذا حديث باطل وهذا حديث صحيح. هذا الحديث صحيح المجلسي علامتهم، رواته كلهم ثقات. الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار قال النجاة شيخ أصحابنا في زمانه، عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن عيسى قال النجاة شيخ القميين موجههم، عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم قال عنه الطوسي ثقة جليل القدر، عن هشام بن سالم، وهشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة ثقة. طيب، والآن عن طبعا أبي عبد الله جعفر الصادق، والشيخ يقول حديث باطل. حديث باطل، حديث باطل، كلمات لا وزن لها، وإنما هي دعاوى باطلة للخلاص من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم جميعا، قال عن أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان وابن عمر وأنس مسلمون. إلى الآن سألناه سؤالا واحدا 10 مرات، وسأله الشيخ صالح 11 مرة يسأل عن هذا السؤال، هل هم نواصب أو لا؟ لم يجب. تدرون لماذا؟ لأنه عظم قد بلعه. إن قال نواصب هو حكم على النواصب أنهم كفار، فيكون كفرهم فيسقط من عين السنة ويسقط من عين المشاهدين جميعا، وإن قال ليسوا بنواصب سقط من عيون الشيعة، فهو قد بلع عظما، الله يعينه. يقول يروون أن التبرك بآثار النبي شرك، هذا كذب، ما قلنا هذا. كتاب موسوعة الأديان كذب على الرجل ونقلنا له كلامه ولم يرد عليه. يحرمون زيارة قبر النبي، كذب، ما حرمنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السنة لم يأخذوا من علي شيئا، كذب، وقلت أنا الآن ما روينا عن علي رضي الله عنه. محمد حسين فضل الله سأله الدكتور مسكين محمد الهاشمي
محمد حسين فضل الله هل هو مرجع هل هو كذا هل هو ما أتكلم لن أتكلم لن أتكلم وأنتم سمعتم يقول أنتم تكفرون المسلمين وكررها كثيرا إيتي بشيء من كتبنا كفرنا فيها المسلمين كلام فاضي يقول دائما وهابية وهابية علما بأنني إلى الآن ما نقلت عن وهابي أو من يزعمون أنه وهابي ولا هو نقل عن وهابي أنه يقول شيئا من الكفريات التي يدعيها علينا ادعاهم على الشيخ بن باز وبيان كذبهم عليه كذبه علي الآن في مسألة الانترنت وأني أحرم دخول النساء في الانترنت قال علماء السنة يقولون هذا ليس من أهل السنة يعني أنا وسألناه من هذا العلماء فلم نسمع بهم مثل العلماء الذين رأوا التيجاني وقالوا له نحن معك ونحن ضد هؤلاء كلام سهل بتر كلام الخوي بتروه نقلناه بالصحيح ثم مصر الكوراني إن احنا ما نقله صحيح ونحن ننقل بالجزء الصفحة وهم ينقلون كما ترون من هم أهل البيت أهل البيت يقول عن أهل البيت الدكتور قبل قليل إنهم ليسوا من أهل البيت يعني أولاد الحسن بن علي رضي الله عنه والآن هذه كتب علمائهم تقول عن أهل البيت من هم أنا فقدتها الآن آتي بها قليلا طيب لا سمحت شيخ عثمان خليل أصلا جت مع افتقادك لها جاء مع وقت الفاصل فاصل قصير وما تجد فيه الورقة وتكمل أعزائي المشاهدين لحظات وأن نواصل الجزء الختامي الأخير من هذه السهرة أرجو وجدته. أن تواصلوا السهرة معنا على قناة المستقلة وجدته بسكوت ميري الأصيل من الأصيل الطعم غنية شوف عثمان الخميس فضل كمل كلمتك الختامية تقريبا فضل لا لسه ما خلص عنده يعني كمل 7 دقائق تقريبا أو 8 مازال 4 دقائق طيب أقول عن أهل البيت لما قال أن الأولاد الحسن ليسوا من أهل البيت هذه الرواية في عيون أخبار الرضا صفحة 207 دائما نحن ننقل من الكتب يقول سأله المأمون من العترة الطاهرة قال الرضا عليه السلام الذين وصفهم الله في كتابه فقال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا وهم الذين قال رسول صلى الله عليه وسلم إني مخلف فيكم إلى أن قال أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أم غير الآل فقال الرضا عليه السلام هم الآل ثم بين الإمام الرضا أن الآل هم الذرية وذلك عندما قرأ عليهم هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم قال فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية فهذه رواية واضحة تدل على أن الآل ليس كما يزعمون وهم كل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين بل ومن غيرهما على الصحيح من بني هاشم جميعا وإذا استدل بالآية على هذه الشيعة يقول الوهابية يكفروننا هذا الإمام مالك يقول الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام وهذا في السنة للخلال الجزء الثاني صفحة 57 و500 الإمام أحمد سئل عمن يشتم أبو بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام السنة الخلال نفس الصفحة البخاري يقول ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم خلق أفعال العباد صفحة 125 الفريابي سأله رجل عمن يشتم أبا بكر فقال كافر قال يصلى عليه قال لا عبد القاهر البغدادي ونقل قوله الشيخ دمشقية القاضي أبو يعلى قال وأما الرافضة فالحكم فيهم أن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر من إن كفر الصحابة يقول المعتمد صفحة 67 و200 أبو حامد الغزالي قال وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال ما بدأ لله شيء كما بدأ له في إسماعيل أي من أمره بذبحه وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والضلالة في المستصفى الغزالي الجزء الأول صفحة 110 وغير ذلك أبو زرع الرازي يختمها ويقول إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة هذا قاله أبو زرعة الرازي إذن ليس الوهابية هم الذين يطعنون فيهم ولكن كل علماء الأمة يطعنون فيهم يقول زرارة لما بين له القول في زرارة يقول لا قاله للدفاع عن حتى لا يعرف استعمل الرواية في الكشي صفحة 32 و100 عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أعاذنا الله وإياك يا أبا بصير من ذلك الظلم قال ذلك ما ذهب فيه زرارة وأصحابه يقول تقية لكن مشكلة تشكل عليهم إيش وأبو حنيفة وأصحابه
يعني ما يطعن في أبي حنيفة التقية، والرواية واحدة كلاهما معا. يقول: ما رأيك بحديث الغرانق؟ حديث الغرانق كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له رواية صحيحة، بل هي رواية مرسلة ضعيفة. الآن الشيخ يقول: اللهم لعن أول ظالم. اسألوا أي شيعي الآن، كما طلبت منكم في رمضان تسألوا أي شيعي من هو جعفر الكذاب، هو عم المهدي المنتظر. اسأل الآن أي شيعي من هو أول ظالم في نظر الشيعة؟ أبو بكر الصديق، وهو يقول اللهم لعن أول ظالم، ويقول أنا قلت شيعة، والآن يقول نريد التوحد، نريد الحوار، لا نريد الجدار، وهو يبدأ بمثل هذه الأمور. إذن هذا موقفهم من آل البيت. اسمعوا موقف آل البيت منهم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول عن شيعته أهل الكوفة، طبعا الشيعة مقرهم الكوفة، يقول: أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل، وعلى ابتلاء بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع، وإذا دعوت لم تجب. إن أمهلتهم خضتم، وإن أمهلتم خضتم وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم. هذا قاله علي رضي الله عنه في نهج البلاغة صفحة 258. وهذا يقول كذلك: الذليل والله من نصرتموه، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. ويقول: ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي، أضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم. من علم النبي طالب يتكلم عن الشيعة أهل الكوفة، التشيع بالكوفة. وبالمدينة ما في التشيع؟ لا، التشيع بالكوفة، التشيع بالكوفة فقط. المدينة عندكم أول ما يخرج المهدي يبدأ بها المدينة، لا تقاطع. يقول: لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق، في نهج البلاغة صفحة 98. ويقول كذلك: إني دقيقة قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، وهذا في نهج البلاغة صفحة 66. ثم هذا الحسن بن علي يقول: والله أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، في الاحتجاج للطبرسي صفحة 48 و100. ويقول كذلك عن الأجيال القديمة، أجيال التاريخ الأولى، الشيعة الأوائل، هذا أحسن شيعة، هذا أحسن ناس، أجدع ناس على قول المصريين، أجدع ناس. يقول شيعتي. هذا الحسين يقول: يا أهل الكوفة، قبحا لكم وتعسا، حين استصختمون والهين فأتينا موجفين، فشحثتم علينا سيفا كان في أيماننا، وحششتم علينا نارا نحن أضرمناها على أعدائكم وأعدائنا. وهذا في كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 18. طيب خلاص انتهى الوقت الشيخ عثمان. ولا واحدة؟ اي انتهى. انت ما شاء الله روايتك هذه كل متواترة، قال قريتها تكفي. فالآن يعني هذه الرواية الواحدة أختم. أيوة. هذا الباقر محمد الباقر يقول، وكان قد يئس من الشيعة، يقول: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق. وهذا في رجال كشي صفحة 79 و100، وغير ذلك كثير من طعن آل البيت فيهم وطعنهم هم في آل البيت، والله المستعان. طيب أوكي، الآن دقيقة للختام. أنت طلب دقيقة إضافية، إذا نعطي دقيقة للشيخ عثمان. بس عايز أقول لكم حاجة، معايا الشيخ عثمان ومعايا السيد المسؤول. شوف، في ضوء ما حكينا كله واضح التركيز على موضوع التوحيد وأهمية التوحيد والصفات، عصمة القرآن الكريم، ونقد ورفض ورد أقوال التحريف حتى يثبت هذا الأمر كمصدر رئيسي، الطريق إلى فهم السنة واعتمادها من مصادر موثوقة اللي أنت طرحته، عدالة الصحابة كنقطة باستمرار الناس يتحدثوا عنها، حكم السنة عند الشيعة وحكم الشيعة عند السنة، قضية التكفير، هذه أبرز القضايا الرئيسية اللي واضح أنها قضايا مهمة جدا ومحل إجماع. معها فقط النقطة اللي مهمة حتى الناس، لأنه الآن لما نتحدث عن التوحيد مطلقا وعن آراء في عدالة الصحابة مطلقا، ما ينبغي أن ننسى أنه المسألة لها سياق تاريخي، أنه ظهور هذا الاختلاف له سياق تاريخي وله سياق سياسي أيضا أثر فيه حتى الناس يفهموا فيه، فهنا تجي المظلومية وتجي اللي حصل. فنحن في الغالب إذا نشرح السياق التاريخي حتى الناس يكونوا عارفين في أي سياق وفي أي زمن وفي أي وقت ظهرت جذور هذه الخلافات، ومن أعلامها ومن رموزها وما أسبابها الرئيسية وكيف تبلورت تاريخيا وأهم مراحلها، ثم نمضي للتوحيد والصفات كقضية رئيسية كلكم أجمعتوا عليها، ثم عصمة القرآن الكريم وأقوال التحريف، ثم المصادر السنة النبوية وفهمها ومصادرها الصحيحة، ثم عدالة الصحابة، ثم حكم السنة عند الشيعة وحكم الشيعة عند السنة، حيث لا نصل لموضوع التكفير إلا وقد فهمنا التاريخ وفهمنا أهم النقاط. كلمة أخيرة إلى المسلمين الذين يشاهدونك سيد محمد المسري، تفضل. بعدما سمعنا أيها الأخوة والأخوات حجج المناظر ونفيه للأمور الثابتة
أنا لا أريد أن أقول لكم إلا اذهبوا إلى علمائكم أينما كنتم واسألوهم يا أخوتي عما سمعتم وحكموا عقولكم. نريد نحن أن نبدأ حوارا، والحوار بحاجة إلى جو، وما لم يستعد الإنسان أن يحاور نفسه في متلقياته الأساسية، هل مستعد أن يناقشها؟ لن يتمكن أن يحاور الغير. فالحوار يبدأ مع النفس ثم مع الغير. فنريد يا أخوتي وأخواتي أن نحاور أنفسنا ونكون منفتحين، ندعو للحوار بعقلية منفتحة، ونبتعد عن تلك العقلية الجامدة التي لا ترى العالم إلا بعين واحدة. هذا ما نريده، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يزيل الالتباس وسوء الفهم من قلوب المسلمين بعضهم عن البعض الآخر، وأن يجعل هذا الجهد بداية عمل نافع صالح لتقريب وجهات النظر، وجعل الأمة الإسلامية أمة قريبة إلى بعضها في عصر هو عصر الحوار وهو عصر التفاهم والتقارب. كيف يتحاور الإسلامي الإسلامي؟ شكرا جزيلا لك، وعلمت أنك تدوي السفر إلى الحج إن شاء الله تعالى. حج مبرور إن شاء الله، وذنب مغفور، وتقبل الله منك مناسك وسفر ميمونة إن شاء الله، وتمشي تجي بالسلامة. شكرا جزيلا لك. بارك الله لك. الله يسلمك. الشيخ عثمان الخميس، فضل بكلمة أخيرة كما تحدث الدكتور المساوي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أولا أتقدم بالشكر الخالص لقناة المستقلة ممثلة بالدكتور محمد الحامدي الهاشمي حفظه الله تعالى، وأشكر كذلك جميع العاملين وهم الأخ عادل الحامدي ومحمد اليوسفي وحبيب العبيدي وأحمد الركابي وغيرهم ممن لم أذكرهم ممن ساهموا في إنجاح هذه المحاورات أو غيرها من البرامج التي أسأل الله أن تكون نافعة. خلاصة إخواني، أنتم حضرتم وسمعتم المناظرة التي كانت في رمضان وكيف كانت ردود القوم، وسمعتم أيضا هذه المحاورات التي في هذه الليالي وكيف كانت ردود القوم وكيف كانت الحيدة وهو الامتناع عن الإجابات على كثير من الأسئلة الموجهة، وكيف كان النقل مبتورا وكيف كان النقل غير صحيح وكيف كان النقل من قصصات ونحن ننقل من كتب معتمدة بالجزء والصفحة. تعلمون جميعا اتصال كمال الحيدري لما اتصل من إيران وسئل عن تفضيله الأئمة ومنهم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين ما عدا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يفضلون هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا كفر باتفاق. إن السبيل إلى الاتفاق أن يعلن علماء الشيعة أمام الملأ عقيدتهم دون تقية في القرآن والصحابة وأهل السنة وغير ذلك، وذلك أن الشيعة قد تاهوا، يسمعون في الحسينيات شيئا وهنا يسمعون شيئا آخر. التيجاني يكفر الصحابة ويقول صاحبه النجدي لا نكفر، التيجاني يتهم البخاري مسلما والنجدي يقول فاضلان، النجدي يقول أنتم مسلمون ثم يقول ولستم مؤمنين ثم يقول بل مؤمنون، والنجدي يقول لا نسب والتيجاني يكفر، محسن المعلم يقول أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم نواصب، وهنا يقول صاحبنا الدكتور الموسوي النواصب كفار ثم يمتنع عن الإجابة هل هم نواصب أو لا. يا شيعة العالم استيقظوا، قالها قبلي موسى الموسوي في كتابه يا شيعة العالم استيقظوا، وقالها في كتابه الشيعة والتصحيح. أليس يروون في كتبهم إذا عارض قولنا كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، ونحن نقول لكم اضربوا بأقوال علمائكم عرض الحائط إذا خالفت كتاب الله تبارك وتعالى، وارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق. أرأيتم كيف يربطونكم بآياتهم؟ كل عالم يصحح الحديث أو يضعفه لا قواعد يجب الالتزام بها، والآن رأيتم حديث باطل مع أن إسناده ثقات كما قال، ومع هذا يقول حديث باطل.
أين التصحيح؟ أين التضعيف؟ لا تجد شيئا من ذلك. لماذا لا يتعلق الشيعة الاثنى عشرية بالأئمة الاثنى عشر؟ لماذا تقلدون هؤلاء أهل العمائم؟ لماذا لا تقلدون الأئمة الاثنى عشر؟ أين مروياتهم؟ أين أحاديث الرسول؟ ارجعوا إلى كتبكم، اقرأوا كتبكم، نريد أن نرجعكم إلى دينكم، ارجعوا إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن نقلة القرآن هم نقلة السنة، فإن كانوا ثقات في نقل القرآن فهم ثقات في نقل السنة. طيب. أنا إلى الآن لم أجد من يحاور ويريد الحق، أقولها صراحة إلى الآن لم أجد، لأنه يماطل يجادل يدور يلف لا يجيب إجابات صريحة. طيب. أنا الآن فقط، عفوا دكتور، أنا آسف جدا. أنا آسف جدا فقط، حتى بس ليزول اللبس فقط، من قال عني أني أسب الزهراء رضي الله عنها؟ كما سمعتم جميعا ابنتي الكبرى فاطمة، وأنا كنت ألقب بأبي الزهراء. ولكن على كل حال، والله الذي لا إله إلا هو، نشهد الله على حبها، وأما قوله إني قلت إنها منقصة لها، والله